تعالوا بقى نشوف مع كل حضراتكم مجموعه من التمارين الرياضيه اللي بنحرص دايما في كل حلقه من حلقات البرنامج ان احنا نقدمها لكم بطرق مبسطه وسهله جدا، طرق مختلفه لممارسه الرياضه في البيت. هنشوف هذا التمرين او هذه التمارين مع كابتن اسامه طعيمه وهو مدرب جيم النادي الاهلي بمدينه نصر. اتفضل. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الرياضه. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي ان في ناس كتير جدا بتكون حابه تمارس رياضه بس بتكون عندها مشاكل صحيه، سواء كان ضغط، سواء كان سكر، سواء كان خشونه، سواء كان انزلاق غضروفي، او سواء كان المشاكل دي كلها، فللاسف هي بتخاف تمارس رياضه. احنا في الحلقه دي هنقول لكم ان الرياضه بيكون فيه هدفين مهمين جدا من الرياضه. الهدف الاولاني من الرياضه ان احنا نحسن صحتنا، في هدف تاني خالص ان هو بنستخدم الرياضه في الهدف العلاجي، ان احنا عندنا بنمارس الرياضه بهدف ان احنا نعالج المشاكل، سواء كان سكر، سواء كان ضغط، سواء كان مشاكل حاجات كتير جدا، المشاكل اللي بنعاني منها كلنا، سواء كان كبار السن، سواء كان صغيرين، في مشاكل منتشره كتير جدا. كنا بنكون عاوزين نبدا، عاوزين نمارس رياضه بس نبدا نخاف، انا خايف امارس رياضه عشان لو مارست رياضه هيحصل عندي انزلاق الغضروف، هيكون في مشكله هتزيد، لو مارست رياضه الخشونه عندي. في ناس كتير جدا نصحتني ان انا مارسش رياضه، الكلام ده للاسف احنا النهارده هنلغيه تماما والنسبه عكسه، وان شاء الله هنثبت لكم ان الرياضه دي هدف اساسي من الاسباب ان احنا نعالج بيها، مش ان احنا نخاف منها. النهارده مثلا هنتكلم عن حالات مثلا زي الانزلاق الغضروفي القطني. في ناس كتير جدا بيكون عندها انزلاق غضروف قطني نتيجه الرفاهيه والقعده المستمره على اللابتوب او الكمبيوتر، ونتيجه ان احنا بنقعد فتره طويله جدا في السواقه، ونتيجه الحياه اليوميه اختلفت عن قبل كده. فاحنا النهارده مثلا هنتكلم عن بعض التمرينات البدائيه اللي بنعملها عشان خاطر نحسن بيها الام الظهر. يعني حضرتك لو عندك الام ظهر، عندك في ضغط على الغضروف، في عندك مشكله في التنميل، في الكلام ده كله، فاحنا محتاجين ان احنا هنعمل شويه تمارين بهدف ان احنا نقلل بيها الضغط والالم اللي موجود. في شويه حاجات هنعملها. اول حاجه بنبداها طبعا ان احنا بنعمل احماء لو في مدرب مع حضرتك او الكلام ده، وبنبدا نعمل حاجات خفيفه زي الاطالات. الاطالات ان احنا بنعمل ستريتش للعضلات بتاعه الظهر عشان نشيل الضغط اللي موجود عليها. نعمل التمرين ده ونثبت عليه 8 ثواني مثلا، بعدين نعمل الرجل الثانيه. انا هحاول ادي اسرع شويه بس في الطبيعي تكون انتوا اطول من كده في الاداء. بعدين الرجلين مع بعض. بالنسبه للناس اللي عندها انزلاق غضروفي ممكن تحس بشويه الم موجود في الظهر، وده احساس هتلاقي نفسك بعده حسيت بالراحه، فده ما تقلقش منه خالص. في ستريتش تاني بنعمله ان احنا بنعمل تويست. نثبت عليه 8 ثواني. العكس نفس الموضوع. احنا بنكون عملنا ستريتش للعضله وريحناها، فاحنا بنهيئها ان هي تبدا تستحمل التمرينات اللي بنعملها عشان نقوي بيها عضلات الظهر. زي ايه؟ زي التمرينات اللي بتقوي عضلات البطن دي، وفي نفس الوقت بتشيل الضغط عن الموجود على الغضروف. نعد التمرين ده 10 عدات. وبعدين نبدا نريح. احساس طبيعي لازم تحس بيه، مفيش مشكله. هتحس بشد في عضلات البطن، واحيانا بشد في عضلات الظهر من ورا، وده ما يقلقش خالص. ده اول تمرين. تاني تمرين بنرفع فيه الوسط لفوق خالص، وننزل، بنطلع وننزل. التمرين زي ما احنا شايفين كده بيعتمد ان احنا بيقوي عندنا عضلات الظهر وعندنا الهيبس كمان. بعد ما بنعمل 10 عدات كاملين بنبدا نعمل استريتش تاني عشان لو حصل شد للعضله، فاحنا مره تانيه بنريح. اتنين مع بعض تاني ونريح. بنحاول ان احنا نكرر المجموعات دي من 3 مرات لـ4 مرات لو مفيش مشكله خالص. لو احنا لسه مبتدئين ممكن بنبدا مره، بنبدا مرتين مفيش مشكله. لو احنا العضله عندنا كويسه ممكن بنعمل مجموعه واثنين وثلاثه، ممكن نوصل لـ4 5 مجموعات مفيش مشكله خالص. مجموعات تانية بنعتمد فيها على تقويه عضلات الظهر. حط ايدك بالشكل ده، تبدا ترفع ظهرك على قد ما تقدر فوق، وتنزل تاني. ده طبعا تمرين بدائي شويه في تقويه عضلات الظهر، بس احنا بنعتمد فيه على ان احنا بننشط العضلات بتاعه الظهر وفي نفس الوقت المرونه. نكرر نفس الموضوع ده، التمرين ده الـ10 مرات من 8 ل 10، وبعدين نريح. نعمل استريتش ونثبت عليه.
ده طبعا اطاله بتكون عضلات البطن، بس طبعا عضلات البطن من الحاجات اللي اهمالها بيكون مسبب رئيسي في الام الظهر من ورا. ده التمرين الاول. التمرين الثاني بيكون اصعب شويه، نطلع فيه فوق مع ان احنا نرفع الكتاب ونلم من ورا، ننزل ثاني مع كل عده بناخد نفس. في بعض الاحساس لازم تحسه وانت شغال في التمرين ده، وهو هتحس ببعض الالم الخفيف اللي موجود في العضلات ومش موجود في الغضروف. يعني لازم نفرق بين الالم اللي موجود في العضله اللي هو نتيجه الشد الطبيعي، والالم اللي موجود في الغضروف اللي هي تلاقيه في نص العمود الفقري من هنا. التمرين ده دايما هتلاقيه مريح مش مؤلم. في تمارين ثانيه هندخلها في عضلات الظهر شويه، وهي بعض الناس اللي بتعاني من مشاكل زي التحدب، او الناس اللي بتقعد على اللابتوب كتير او الكمبيوتر كتير بتلاقي عندهم دايما في تدور كده في الكتفين، فلازم احنا بنعمل التمرين ده. لو استمرينا على التمرين ده في اليوم من مرتين او ثلاثه، كل مره بنعمل 5 مجموعات، انسى تماما انك هتلاقي عندك مشاكل الموجوده، سواء كان موجود الرقبه او موجود في الظهر. نعمل 10 عدات وبعدين نريح. نعمل ستريتش تاني للبطن، ناخد نفس طبعا، نعمل ستريتش تاني للظهر بالشكل التاني. دي من التمرينات البسيطة جدا اللي بنعملها عشان نعالج بيها الظهر. يبقى إذا في فرق كبير جدا بين إن احنا بنعمل تمرينات نقوي بيها عشان نناسب واحد رياضي، وفي فرق إن احنا بنستخدمها في العلاج الأول. اللي احنا بنستخدمها في العلاج دي بتكون خطوة أساسية مهمة جدا إن احنا بعد كده نبقى ناس رياضيين في المستقبل. شكرا ليكم جدا.